لما تشيلني انت حمار. ها وركت كان حركة حلوة. انا شفت دي نفس دي الحركة بس بدون جرابلر. نقسكي اعطيتها 200 على عبد الرحمن. دمج لو تلعب معاه بوكس وايت يدمجه بس دمج واحد على طول انحاش. انا المسيني ايش السالفه؟ يب هاك 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 كويس انك قاعد تصور. انت تلعب بي سي ولا ثاني؟ لا امس تلعب مصر مصر قريب قبل كذا. والله كويس لك يعني إيه؟ بالنسبة لعبك موس كبار. لا هذا مو موس كبار. انت تلعب يد الحين؟ ايه يا اخي المو الكيبورد مرة كبير ما شاء الله 3 متر. الكيبورد مرة كبير مسكين حد حاله. رجعت اليد قبل امس. طيب شلون اشتري كيبورد؟ ايش؟ ناوي تحول موس كبار؟ ايوه طبعا بس كل واحد جديد. تبي انصحك على الكيبورد؟ وش هو؟ في اني برو 2 كيف تعرفه؟ من اي شركة؟ اس 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 الكيبورد اني برو 2 نفس حق داكي يجي صغير كذا. يعني انا افكر شيء داكي ايش بسوي؟ ما عندي غير لون بردي انا ابغى ابيض بس على الماوس. وش ماسك انت؟ جلوري الحمد لله كويس. انا عند اخوي موديل او ماينس اللي يجي اصغر. قالك شعر هي اللي كان اصغر. والله تركت قبل. اوه يلعن شكلك.